أهلا بكم إلى برنامج السعودية في أسبوع من CNBC عربية، معكم أنا شيرين رفاعي، حياكم الله. تتابعون في حلقة اليوم: خادم الحرمين الشريفين ملك عبد الله بن عبد العزيز يأمر بإعطاء المواطنين أراض مطورة ومنحهم قروضا للبناء. السعودية والسودان تؤسسان شركة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السودان. هيئة تنظيم الكهرباء السعودية ترسم استراتيجية لمنتجي الطاقة المستقلين تضمن استدامة الكهرباء. حياكم الله. أمر خادم الحرمين الشريفين ملك عبد الله بن عبد العزيز بإعطاء المواطنين أراض مطورة ومنحهم قروضا للبناء، كما وجه بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات. يأتي هذا الأمر الملكي الذي لقي ترحيبا واسعا في المملكة لتيسير تنفيذ أمر ملكي سابق بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الرياضة دكتور رشود الخريف، المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية السؤال يطرح نفسه: من هم مستحقي هذا القرار وما هي آلية توزيع الأراضي على المواطنين؟ أهلا وسهلا فيكم وفي المستمعين. بداية، أنا القرارات الأخيرة هي تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين لحل هذه المشكلة التي تؤرق المجتمع وتؤرق القيادة. ويبدو أن يعني اتخذت قرارات متعددة، منها رفع سقف القرض، ومنها دعم صندوق التنمية العقارية، ومنها الأمر ببناء 500 ألف وحدة، ولكن كل هذه الحلول لم تؤدي إلى حل يعني ملموس وواضح. ليش ما أدت إلى حل ملموس وواضح؟ أنا أتصور أنه قد يكون في عملية التنفيذ، وقد يكون هناك تراكمات مشكلات يعني كبيرة جدا وقديمة. مثل بيروقراطية وإهمال بشكل كبير من قبل الأمانات. مثلا المنح كانت تمنح المواطنين وتهمل الأحياء التي بها المنح. نعم. مخططات المنح دائما تهمل. نعم. لسنوات طويلة جدا. فيما يتعلق طبعا دكتور بالمنح اللي كانت تعطيها وزارة الشؤون البلدية والقروية، يقولون أن كانت الواسطة هي اللي تسيطر على آلية التوزيع، صحيح الكلام ولا إشاعات يعني؟ والله يعني بالدقة لا أدري، ولكن أعرف شيء واحد. أعرف أن بعض المنح تطبق في وقت وجيز، وبعضها يستغرق سنوات طويلة تمتد إلى 30 سنة. في أحد الإخوة يعني تحدث معي وقال أنه قدم والده قبل 30 سنة. فلا أستغرب أنه يكون هناك في نوع من خلينا نقول الشفاعات أو المحسوبيات أو شيء في تطبيق المنح. وهناك أيضا يعني إهمال واضح لمخططات المنح، والدلالة على ذلك مثلا حي مثلا لبن بمدينة الرياض. هذا المخطط منح للمواطنين والمستحقين قبل يمكن 30 سنة، واستغرق وصول الخدمات له أنا أتصور لا تقل عن 20 سنة. فهذا هو اللي جعل المنح غير فاعلة، لأن المنح لم في الماضي وكان المفترض أنها يأتي أنها تطبق بما أمر بها خادم الحرمين الشريفين في الأخير، وهو أن تكون المنحة مرتبطة بمخطط مطور عقاريا. نعم. ويتمتع بخدمات وبنية أساسية. نعم. وإلا لماذا يبني المواطن مسكن ثم يجلس سنوات طويلة ينتظر الخدمة؟ طيب. نرجع للسؤال البداية، من هم مستحقي هذه الأراضي والقروض، على من سوف توزع؟ هو كما نقرأ في وسائل الإعلام وكما أشار معالي وزير الإسكان، إنهم الآن سيبدأون في إعداد لائحة الإسكان، وسيستغرق ذلك 8 أشهر. وأتمنى ألا يستغرق ذلك الوقت، لأن إعداد اللائحة نبي نقدم بسرعة. نعم. يا دكتور، نبي نلحق. هذه يعني 8 أشهر لإعداد اللائحة قد تكون طويلة. ولكن ودي أيضا ولكن يعني طبعا لابد القرض كما تعرفين أنه حق لكل مواطن. هلا القرض وكذلك الأرض، ولكن
ولكن ينبغي البدء بمستحقيها من المتزوجين، الأرامل، المطلقات، ذوي الاحتياجات. أنا أتصور أنه ينبغي أن تقسم إلى شرائح، هناك استحقاق وهناك أولوية في المنح، ولكن نعم. إلى الآن لم تتضح، لم تعد هذه اللائحة، وأرجو أن يعني كما أشارت الوزارة أيضا سيستغرق سنة قبل البدء، وثم سيبدأ التوزيع في كافة مناطق المملكة. أشوف أنا المهمة هذه صعبة جدا، لأنها تتطلب يعني دخول عديد من الجهات. ما هي الجهات التي سوف تشارك؟ نعم، ليست وزارة الإسكان، وزارة النقل، وزارة التربية والتعليم، وزارة البلديات، والكهرباء، شركة الكهرباء. هناك عديد من الجهات ينبغي أن تدخل، ولذلك المهمة الصعبة، ونحن نتحدث عن المملكة ككل وليست مدينة واحدة. الخشية أن يكون التنفيذ ليس بالشكل المأمول، ثم نخلق مشكلة أخرى غير مشكلة الإسكان. ننفذ الإسكان وينتج عندنا مشاكل أخرى تتعلق بالتخطيط الحضري والتنموي. لأن لا نريد أن يكون لدينا مساكن بدون سكان. أرجو ألا غير خدمات، يعني بالنهاية السكان ما رح يتواجدون بالمساكن غير لو كانت فيها خدمات فعلا منظمة، وأيضا يعني بها كل الخدمات. السؤال الآن، يعني فيما ذكرت عن يعني مجموعة من الوزارات التي سوف تشارك بهذا القرار، على رأسها وزارة الإسكان، بالحديث عن دور وزارة الإسكان، هل ستكون مشرع ومنظم ومراقب، أم سيكون لها تأثير فعال ومباشر في العملية الإسكانية؟ في الحقيقة أدعو لها بالعون، لأن الموضوع كبير جدا، والوزارة وليدة وليست فتية، هي وليدة. ولكن لا، يعني لا أخفي إعجابي بحماس معالي الوزير، ولا أريد أن أنقصهم، يعني أيضا يستحقون الثناء في إعداد استراتيجية للإسكان، يعني بذل فيها جهد كبير، هذا ينبغي أن يقال. ولكن الوزارة يعني صغيرة، نعم، وتفتقر إلى كثير من الكفاءات، وهي الآن محملة بعبء كبير جدا، ليس فقط الإسكان وبناء المساكن وتوزيع هذه المساكن على الناس، وإنما وضع هذه المساكن في الإطار الصحيح ضمن النسيج العمراني المناسب، لأن سيترتب عليه خلل في التخطيط الحضري، خلل في التنمية. إذا وضعت هذه المساكن في أماكن غير مناسبة، ستخلق زحامات، ستخلق مشاكل حضرية، سيكون هناك توسع يصعب السيطرة عليه، ستكون المساكن أحيانا في مناطق قد لا تتوفر فيها إمكانات التنمية. طيب ومن ثم سنخسر هذه المبالغ. طيب الآن دكتور، يعني الكثيرين يتساءلون، يعني تطبيق هذا القرار، ولو مثلا خلاص إحنا بدأ يعني تطبيق على أرض الواقع، طيب نبي نعرف حنا بالنسبة لأسعار الإيجارات، أسعار الأراضي، ناس اللي ماتي مثلا لما يشملها القرار، ممكن في بعض حتى الوافدين الموجودين في المملكة، تبي ترتفع الأسعار ولا تبي تنزل؟ والله من المتوقع أن تنخفض أسعار العقار. تبي تنخفض؟ بكل تأكيد ستكبح جماح الأسعار المتزايدة. في الحقيقة وصلت الأسعار الأراضي إلى درجة، يعني إلى مستويات مرتفعة جدا، بحيث أصبح الشاب لا يستطيع أن يمتلك مسكن، لا يستطيع أن يمتلك مسكن، ولا يستطيع أن يشتري أرض، لأن شراء الأرض يتطلب من تجميع وتوفير لتقريبا 3/4 حياة العملية. صدقت. فأنا متأكد أنها ستسهم في الحد من أسعار العقار، ولكن سترفع أيضا المواد البناء، سيكون لها بعض الجوانب الأخرى. نتصور ليست فقط أنها ستحد من أسعار الأراضي، ولكن أرجو أنها تطبق كما قصد منها. نعم، التطبيق هو الأساس، يعني لأن فيه قرارات كثيرة. نعم فعليا، يعني بالنهاية كل قرار يحتاج إلى تطبيق، يعني هناك الكثير من القرار فعلا دكتور تم اتخاذها، لكن عندما لم تطبق على أرض الواقع وبالطريقة المثلى لها، لم يعني لك تكن بتلك الفعالية التي يطلبها المواطن السعودي. عموما أدركنا الوقت دكتور رشود الخريف، المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك دكتور. يرى الخبراء في التوجيهات الملكية الأخيرة آلية ستدفع باتجاه سد النقص في مادة الإسمنت بالسعودية في ظل عدم التوازن الحالي بين العرض والطلب،
وكان خادم الحرمين الشريفين ملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر توجيهات ملكية بإلزام شركات الإسمنت باستيراد 10 ملايين طن وإنشاء مصانع إسمنت جديدة تساعد على توفير هذه المادة في السوق المحلي. عطل الشمري والتقرير التالي. صناعة الإسمنت من الصناعات المتطورة في المملكة، ولكنها أصبحت مؤخرا غير قادرة على تأمين كافة الطلب المحلي، طلب يزداد سنويا بنسبة 10%، ولكن ضعف العرض الحالي الموجود مقابل الطلب المرتفع أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار مادة الإسمنت في ظل عجز يتوقع يتراوح هذا العام بين 4 و5 ملايين طن. ويأتي التوجيه الملكي الأخير بإلزام المصانع باستيراد 10 ملايين طن من الإسمنت، إضافة إلى إنشاء مصانع جديدة، متنفسا حقيقيا لقطاع البناء والتشييد في السعودية. لأن شح تلك المادة وعدم تلبية كافة احتياج السوق من قبل المصانع الوطنية والمكونة من أكثر من 10 مصانع لم تكن كافية أن تؤدي ذلك الطلب، مما تراجع النمو العمراني وأصبح هناك سوق سوداء للإسمنت وارتفعت الأسعار. ويرى الخبراء أن هذا الإجراء الحكومي في حال تنفيذه سيعيد التوازن إلى سوق البناء والتشييد، خاصة خلال فترة الصيف التي يقل فيها الطلب بنسبة 50%، وكذلك خلال شهر رمضان لارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن أن القرار سيعيد الأسعار إلى وضعها الطبيعي عند 12 ريالا للكيس، وهو من أرخص الأسعار مقارنة بدول العالم الأخرى. مشاريع الإسكان العملاقة الآن المتوقعة، وأيضا مشاريع النقل العام في المدن اللي هي السكك الحديدية وسكك القطارات، مشروع في جدة ومشروع في الرياض، وأيضا مشاريع متعددة، وأيضا مشاريع القطاع الخاص نفسه، كلها نتوقع أنها ستزيد الطلب على الأسمنت في الفترة القادمة، وحيث أنه الطلب والعرض توازنوا فلا يمكن المراهنة على أن المصانع تستطيع تلبية الطلب في السنوات القادمة. ويبدو أن النمو العمراني السكني والتجاري الذي تشهده المملكة سيشكل ضغطا في الطلب على مادة الإسمنت مستقبلا، ويتوقع أن تصل أولى الشحنات المستوردة من هذه المادة خلال مدة لا تقل عن 3 أسابيع من الدول المقترحة، وعلى رأسها الإمارات ومصر. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. أكد دكتور هاني أبو الراس محافظ أمانة جدة أن قطاع البناء والتشييد في السعودية من أهم القطاعات فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، فضلا عن أنه المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني باعتباره من أكبر أسواق البناء والإنشاءات على مستوى الشرق الأوسط. وأشار أبو الراس خلال جولته بين أجنحة معرض البناء والديكور السعودي في دورته 22 إلى أهمية تلك المعارض المتخصصة لما لها من مردودات إيجابية على صعيد تلبية احتياجات السوق من هذا المجال. توقعت دراسة اقتصادية متخصصة أن يسجل قطاع البناء والتشييد في السعودية نموا نسبته 7.5% خلال العام الجاري 2013، وتأتي تلك التوقعات بعد أن سجل هذا القطاع نموا حقيقيا خلال العام الماضي بلغ نسبته 9.13%، وذلك بحسب التقرير الأخير الذي صدر عن المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال. بما تشهد المملكة من نهضة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، حتى يعني احنا نتوقع انه خلال السنة هذه حتوصل نسبة النمو الى 8%. وقد اكدت تلك الدراسة المتزامنة مع المعرض السعودي للبناء والديكور 2013 المقام في مدينة جدة ان بناء المؤشرات الايجابية جاء بعد الاعلان عن سلسلة من خطط الانفاق الطموح المرتبطة بمجموعة من المشاريع الجديدة. المشاريع الضخمة في الحرمين في مكة والمدينة، هذه مشاريع يعني فاقت تخيلاتنا، فاقت حتى احنا كنا نعتبر التوسعات السابقة ضخمة جدا، ولكن الا الان صاير اضعاف اللي تم في الماضي، فهذه يعني تتطلب كمية كبيرة من الاعمال الهندسية والاعمال الانشائية. في حين شهد المعرض مجموعة من العروض المقدمة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال البناء والتشييد، مؤشرات تجلب التفاؤل لدى العديد من المقاولين والعقاريين في ظل وتيرة النمو المتسارعة في القطاعات الحيوية والمتمثلة في قطاع التجزئة والصناعة والبناء، ليكون التوقع للنمو السنوي المركب في هذا القطاع
ما يقارب 5.6% حتى عام 2017. علي العمري، سي ام بي سي عربية، جدة. سعودية في أسبوع مستمر معكم وفيه بعد الفاصل. وزارة التجارة السعودية تؤكد قرب انتهاء عمليات التجهيز الفني والإداري لتأسيس هيئة الصادرات. سي ام بي سي عربية تنقل إليك نبض الأسواق ومستجدات عالم المال والأعمال. اشترك في خدمة رسائل الوسائط المتعددة MMS. أرسل رسالة قصيرة على الأرقام التالية وابقى على اتصال، وتذكر سي ام بي سي عربية بالوسائط المرئية، ليس من سمع كمن رأى. ما أعتقد أي طبيب يحترم مهنته بيتأخذها كتجارة. لما بدأوا وفتحوا المعاهد الصحية قامت تخرج مخرجات ضعيفة جدا، ما يعرف حتى يقيس الضغط. بس أنت طبيب تحط لك باسمك 10 عيادات وتبيع اسمك لكل واحد زي الصيدليات، وذاك تجد في أمريكا. من اللي أمن على اللي فوق 60 سنة؟ الحكومة، الميديكيد. من اللي أمن على الفقراء المساكين اللي ما عندهم عمل؟ الحكومة، الميديكيد. بموضوعية مع راشد الفوزان على شاشة سي ام بي سي عربية. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. من جديد أهلا بكم. خلال الأسبوع الماضي ناقش الملتقى السعودي السوداني على مدى يومين أفق التعاون الاستثماري بين البلدين، وكشف النقاب عن حجم الاستثمارات السعودية في السودان والذي بلغ 11 مليار و400 مليون دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2011، من أصل 28 مليار دولار استقطبها السودان خلال الفترة ذاتها، استثمرت جميعها في 590 مشروعا سعوديا في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية، لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية عربيا في تصدير الاستثمارات إلى السودان. لذلك احنا اتينا لكي نشرح قانون الاستثمار الجديد والمزايا والفرص التي يتيحها للمستثمر السعودي، وايضا اتينا بمستثمرين سعوديين لديهم استثمارات ناجحه وتجارب في السودان حكوا عن تجاربهم هذه. لذلك اعتقد ان الفرصه الان واسعه لاستثمارات كبيره بين السودان والمملكه العربيه السعوديه. الشركه التي تم تاسيسها الان وهي شركه فرص برأس مال 100 مليون دولار، هذه الشركة مهمتها أيضا أن تجهز لهذه المشروعات وتساعد المستثمر السعودي في الاستثمار في السودان. نحن لدينا 3 أنواع من الشراكات. هناك من صيغ الاستثمار لدينا 3 أنواع. هناك صيغة الشراكة، وهي شراكة إما بين المستثمر السوداني والمستثمر السعودي، أو بين أجهزة الحكومة السودانية والمستثمر السعودي والمستثمر السوداني. وهناك صيغة التمليك الكامل، بإمكان المستثمر السعودي أن يمتلك المشروع بالكامل. والصيغة الثالثة هي ممكن للمستثمر السعودي أن يأتي بمستثمر آخر غير سعودي وغير سوداني، وبالتالي تصبح شراكة سودانية سعودية مع طرف ثالث. فكل هذه الخيارات مطروحة الآن ومتاحة للمستثمر السعودي. تعمل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية مع أحد بيوت الخبرة العالمية، تعمل على رسم استراتيجية تستهدف مشاريع منتجي الطاقة المستقلين، بحيث تضمن من خلالها التنمية المستدامة لقطاع الكهرباء والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال. وعلى هامش ورشة عمل نظمتها الهيئة بعنوان مراجعة وتقييم اتفاقيات شراء المياه والطاقة، قال ناصر القحطاني
نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء إن النمو الحالي في الطلب على الكهرباء في السعودية يبلغ 8%، واستبعد أن ينخفض هذا الطلب نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان والنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأضاف القحطاني أن المملكة بحاجة إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء بمعدل 3.5 إلى 4.5 جيجاوات سنويا. نحن نتكلم هنا عن اتفاقيات شراء الطاقة والمياه من المنتجين المستقلين، وهي إحدى الآليات التي تستخدم لتمكين والحصول على كميات كافية من التوليد والمياه المحلاة لتزويد أهل المستهلكين بها، وهذا يقع من ضمن أهداف هيئة تنظيم الكهرباء لتوفير كميات كافية من الطاقة الكهربائية والمياه وبجودة عالية وبكميات وافرة وبتكاليف قليلة. وهذه من أهم المعطيات التي طلبها نظام الكهرباء، اللي هو زيادة الكفاءة في التوليد والتحلية، وكذلك الانتقال من السوق الكهرباء بالوضع الحالي الموجود الآن، وجود شركة واحدة تعمل وبعض المنتجين المستقلين، إلى سوق مفتوح. فالخطوات الأساسية في ذلك هو النظر إلى اتفاقيات شراء الطاقة من المنتجين المستقلين وتشجيع القطاع الخاص، والهدف من هذا هو أن نتأكد بأن الاتفاقيات التي تعمل في المستقبل تكون متوافقة مع نظام الكهرباء، وألا تحد ولا تمنع من المنافسة في المستقبل، وما هي الشروط والمتطلبات التي يمكن النظر إليها بحيث أن نزيد الاستثمار في التوليد وتشجيع القطاع الخاص، وفي نفس الوقت نضمن وجود كميات كافية ووافرة من التوليد والمياه المحلة. أكدت وزارة التجارة السعودية قرب انتهاء عمليات التجهيز الفني والإداري لهيئة الصادرات السعودية، والتي ستساعد عند انطلاقها في تنظيم ورفع معدلات صادرات السلع والمنتجات السعودية إلى الأسواق المختلفة. وتعمل هيئة المدن الصناعية منذ إنشائها في عام 2001 على تحسين خدماتها وبنيتها التحتية من أجل جذب القطاع الخاص للاستثمار فيها. عطل الشمري والتفاصيل. تمثل شحنات النفط الخام القيمة الأكبر لصادرات السعودية، إذ توقعت الإيكونوميست انتليجنس يونيت في نشرتها الأخيرة أن تحقق المملكة من صادرات النفط 269 مليار و600 مليون دولار في العام الحالي، بينما لا زالت الصادرات السلعية الغير نفطية من السلع والمنتجات المصنعة في المملكة أقل من ذلك بكثير. وبحسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فقد بلغت قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية في شهر فبراير الماضي 13 مليار و670 مليون ريال. جمارك السعودية من خلال لجنة الإعفاء الصناعي تقوم بإعفاء ما يرد للمصانع الوطنية من مكائن وآلات وأيضا مواد أولية ومواد نصف أولية، إعفاءها من الرسوم الجمركية، والهدف من هذا تمكين المنتج السعودي من إنتاج سلع يعني منخفضة التكلفة تساعدها على منافسة البضائع الأجنبية، وتساعدها أيضا للوصول للأسواق العالمية أيضا بأسعار معقولة جدا تساعدها أيضا على تسويق منتجاتها. وتتطلع المملكة إلى أن يصبح اقتصادها عام 2025 متنوع المصادر ويقوده القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إصدار عدة أنظمة اقتصادية كالنظام الموحد لمكافحة الإغراق ونظام الشركات وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري. هيئة المدن الصناعية قامت ورشة عمل في هذا الصدد بمشاركة ممثلي الغرفة التجارية والجمارك بهدف مناقشة متطلبات القطاع الخاص ضمن المدن الصناعية التي تخرج منها غالبية السلع الوطنية المصدرة. حقيقة المملكة العربية السعودية وصلت إلى مراحل جيدة ومتميزة حقيقة في المنتجات، وأصبحت منتجات المملكة العربية السعودية ولله الحمد تنافس محليا وتنافس أيضا عالميا. الهدف من المنتدى حقيقة هو تمكين المصانع اللي موجودة في المملكة العربية السعودية وتمكين لها من التصدير منتجاتها خارج المملكة، وعمل التسهيلات اللازمة لها لوصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية. وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي 21% من المنتجات السعودية، فيما تستورد الدول الآسيوية والعربية والإسلامية ما نسبته 35%، بينما تستورد دول الاتحاد الأوروبي 12% من الصادرات السعودية. لا زالت مساهمة الصادرات السعودية في الاقتصاد السعودي أقل من المأمول إلى حد هذه اللحظة،
مسألة تحتاج إلى مزيد من التطوير والتعزيز كي تصبح المملكة مصدرة للسلع لا مصدرة للنفط فقط. عطل الشمري، سي ام بي سي عربية، الرياض. لأول مرة احتضنت مدينة جدة فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لجمعية الشرق الأوسط الدولية للجودة بحضور عدد كبير من علماء وخبراء الجودة العالميين لمناقشة مستقبل الجودة الوطنية في الدول العربية مع التركيز على خدمات قطاعي التعليم والصحة. أولت الدول المتقدمة اهتماما كبيرا لمفهوم الجودة الوطنية، ولعل من أبرز النماذج العالمية النموذج الياباني الذي طبق مفهوم الجودة الوطنية بشكل جدي بعد سنوات الحرب العالمية الثانية، وذلك عن طريق إخضاع جميع المنتجات والصادرات اليابانية إلى فحوصات دقيقة للكشف عن أي عيوب قد تحدث أثناء مراحل التصنيع أو الإنتاج. طبعا هذا النموذج يعتبر من أقدم النماذج، منذ عام 1950 هو موجود، طبعا تم التطوير عليه عدة مرات. أما في الدول العربية فيعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات الاقتصادية المفتقرة إلى مفاهيم إدارة الجودة الشاملة التي تضمن بدورها جودة المخرجات الأكاديمية والبحث العلمي، إذ تؤكد الإحصائيات الأخيرة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن عدد الباحثين في الوطن العربي يبلغ 136 باحثا لكل مليون عربي، مقابل 5085 في اليابان و 4374 في الولايات المتحدة. صحيح كان في إهمال أو في يعني فترة كان فيها ما في اهتمام بالتعليم والتعليم العالي، نتكلم عن التعليم العالي، لكن أعتقد أن الآن في جهود كبيرة في التعليم والتعليم العالي بالنسبة للجودة. وعلى مستوى القطاع الصحي تعمل الدول العربية على فتح قنوات الالتقاء مع التجارب العالمية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية. من أجل تحقيق التميز المؤسسي على المستوى الوطني تسعى الدول العربية إلى وضع استراتيجيات وطنية لتطبيق مفهوم الجودة، وذلك عن طريق اعتماد برامج الجودة الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية على أن تعطى أولوية قصوى لقطاعي التعليم والصحة. وعام الدخيل، سي ام بي سي عربية، جدة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من السعودية في أسبوع. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل ومواضيع جديدة. تقبلوا تحياتي أنا شيرين الرفاعي وطاقم العمل. إلى اللقاء.